俺のすべきことは自分のした行いや選択に対し戦士として最後まで責任を果たすことだ。السلام عليكم، هلا والله بجميع، معكم عزام سمباي من قناة ايفل، واليوم جبكم مقطع جديد راح يكون عبارة عن ملخص هجوم العمالقة، بما انه يوم الاحد راح تنزل الحلقة الاولى من الموسم الثالث الجزء الثاني، ففي ناس كثير يعني ناسين الاحداث اللي فاتت، فانا جاي اذكركم بملخص رهيب وجميل وفخم. وقبل ابدا بتلخيص هجوم العمالقة حاب اتكلم عن منتدى مسويه خوي عمران، امبراطورية الانمي، افضل منتدى لمحبين الانمي، وتقدر تلقى فيه كل شيء تبغاه، وتقدر تتكلم مع اعضاء وتتناقش عن انميات رهيبة، وتقدر تختبر نفسك في اختبارات مرة كثيرة. حملوا التطبيق واستمتعوا فيه، وخلونا نخش. أكثر من 100 سنة بنوا البشر 3 جدران لكي تحميهم من العمالقة، وتم بناء هذه الجدران بالعمالقة، والعمالقة اللي في داخل الجدار ما يقدروا يسووا شيء بسبب عدم توفر نور الشمس. والعمالقة شخصيات تأكل البشر بدون أي تفكير، وإيرن هو الشخصية الرئيسية في الانمي، وتم حقنه بإبرة من قبل أبيه، وأبوه عطاه مفتاح لقبه يوجد فيه سر ما حد يعرف عنه أي شيء. والشخصية الثانية ميكاسا أخت إيرن المتبناء اللي كان سيتم خطفها من قبل 3 رجال يبيعون العبيد، اللي قتل أمها وأبوها قدام عينه، وإيرن يقابل 2 منهم ويقتلهم، والثالث ميكاسا تقتله. وتبناها أبو إيرن، وإيرن كان وده يخرج خارج الجدران ويقاتل العمالقة، لكن أمه وميكاسا يبعدونه من هذا الشيء، ويهجم العملاق الضخم بشكل مفاجئ على جدار ماريا، مما يتسبب بدخول العمالقة داخل الجدران. مع الخوف الكل هرب، وإيرن شاف أمه يتم التهامها من قبل العملاق المبتسم، وهاي ساعد ميكاسا وإيرن على الهروب. وإيرن كل يوم يفكر بالانتقام على العمالقة. وبعدها بخمس سنوات من سقوط جدار ماريا، إيرن وميكاسا وآرمين انضموا إلى فيلق الاستكشاف، وتم تعيينهم لحراسة قطاع، وفي هذا القطاع يهاجم عليهم بشكل مفاجئ مرة ثانية العملاق الضخم، يكسر المدافع حقتهم، ومرة ثانية يفتح المجال للعمالقة للدخول على الجدار. وإيرن في نص القتال مع العمالقة يتم التهامه من قبل عملاق أمام أعين آرمين، والكل فقدوا الأمل لأنه في أشخاص كثار ماتوا، والمكان الموجود فيه الأكل تم أخذه من قبل العمالقة، ولكن بخطة رهيبة تم استرجاع الأكل والماء وإلخ. وفجأة يطلع عملاق قاعد يساعد البشر، وهذا العملاق اللي قاعد يساعدهم قتل 20 عملاق، وطلع إنه إيرن، وكان صدمة للكل، لكن تحول بسبب غضبه على العمالقة، ويظهر الأسطورة ليفاي وفريقه ويسترجعون المنطقة مرة أخرى. والقائد كيت شاف إيرن وانصدم، وطلب من الكل توجيه الأسلحة والمدافع على إيرن وميكاسا وآرمين، وميكاسا وآرمين كانوا يحاولون يساعدون إيرن. مع الخوف القائد كيت يطلب بإطلاق المدفع على إيرن، وإيرن يتحول لعملاق غير مكتمل لحماية ميكاسا وآرمين. وآرمين يقنع قائد كيت أن إيرن راح يساعدهم ضد العمالقة، لكن للأسف أمر بإطلاق الأسلحة مرة أخرى، لكن تم إيقافه من قبل الدوت بيكسس، ويطلب من إيرن أن يسد الجدار بالحجارة. وإيرن يوافق، وهو ما يعرف يتحكم بالعمالقة أصلا. وإيرن تحول لعملاق وضرب ميكاسا، وتم إعلان فشل المهمة. بعد آرمين يذكر إيرن بالوعد اللي قاله له، واللي هو إنه راح يقتل جميع العمالقة. بعد إيرن ينفذ المهمة زي ما هو مطلوب له، وتم قتل جميع العمالقة إلا 2 لتجارب العمالقة، وتم اعتقال إيرن من قبل الشرطة العسكرية. وليفاي ينقذ الوضع ويطلب إيرن بالانضمام إلى فرقته، وحكم عليه بالانضمام إلى فرقة ليفاي، وتم تدريب إيرن للتحكم بالعملاق حقه. وهنجي تطلب من إيرن إنه يساعدها في تجاربها عن العمالقة، وتم اكتشاف إنه العمالقة بحاجة لضوء الشمس عشان يعيشون. وإيرن يجهز الجميع للذهاب إلى قبو أبو إيرن لاكتشاف الأسرار الموجودة هناك. وأول ما يخرج تمت مهاجمتهم من قبل عملاق قوية وذكية، وكانت تلاحق إيرن، وإيرن كان بيتقاتل معاها، لكن أكول قال له إنه يلتزم بخطة ليفاي. واكتشف آرمين أن العملاقة الأنثى هي آني، وبعد القبض عليها آني تتحول لهيئات العملاقة وتقاتلهم. وإيرن حاول أكثر من مرة إنه يتحول لعملاق، لكن ما كان يقدر. لكن بعد وقت قصير تحول لعملاق وهاجم آني، وآني غطت نفسها بشيء كريستالي، وتتم محاكمة إيرون بسبب تدمر المدينة وقتل الأبرياء. وطلع إيرون ما قال الخطة حقته بسبب عدم تسريب أي معلومات. ويبدأ الموسم الثاني باختراق جدار روز من قبل العمالقة، والعمالقة يدخلون جدار روز، ومايك يطلب من الكل يتوزع
يوزعون بالقرى عشان يخبروهم انه العمالقة دخلوا جدار روز. هو راح يقعد يعطل العمالقة. نجحت خطته بالبداية، بعدها مسكوا العملاق القرد، وبعدها خلى العمالقة ياكلونه. وراح كوني ولقى ان العمالقة هجموا على قريته، وشاف بيته وهو مدمر من العمالقة، وكان فوق بيته عملاق. وكوني يشك انه هذا العملاق هو امه. وقصص يخبر هانجي ان الحل لكل المشاكل هي كريستينا. واجتمع الجميع بقصر اودغارد عشان يرتاحون. والعملاق القرد رسل العمالقة على القلعة، وهو من بعيد يرمي على القلعة حجر. ومع استمرار هجوم العمالقة على القلعة تتحول يامر لعملاق وتنزل على العمالقة عشان وعد هي اعطته لكريستينا. ونعرف ان كريستا بنت غير شرعية، وهذا اللي خلى ابوها يغير اسمها ويدخلها للجيش بسبب الضغوطات اللي تجي من جماعة الجدار. وكانت يامر متمكنة في القتال مع العمالقة، بس جات هانجي وفرقتها بالوقت المناسب وانقذوا كل الموجودين. بعد ما نجحوا بانهاء العمالقة، يامر ترجع بشكلها العادي. قبل ان تفقد الوعي كريستا تخبر ان اسمها الحقيقي هو هيستوريا. وهانجي جاتها تعليمات ان اني لها علاقة مع راينا وبرتهولد، لان كلهم من نفس المنطقة. وهذا الشيء اللي يخلي ايرين يشك ان راينا وبرتولد خونة. وراينا وبرتولد يتحولون لشكل العمالقة ويأخذون معاهم يومر وايرين. ونشوف انه العملاق المدرع قدر ياخذ ايرين ويومر بمساعدة العملاق الضخم، وراحوا جلسوا بالغابة عشان يرتاحوا. وسبب خطفهم لايرين ويومر اسباب غير واضحة، ويومر كانت تحاول تقنعهم ان العدو الحقيقي هو العملاق القرد. بعدها سمعوا صوت فرقة قادمة اليهم، وبعدها اكتشف شخصا العملاق اللي فوق بيت كوني هي بالفعل ام كوني. ويومر تطلب من راينر وبرتول انهم ياخذون كريستا معاهم. ونعرف لاحقا ان يومر كان يتم طاعتها من قبل جماعة وهي طفلة. بعدها الجنود اكتشفوا هذه الجماعة وعاقبوا يومر وحقنوها بشيء غريب ورموهم من الجدار. وعرفنا ان هذه الحقنة هي اللي تخليهم تحولوا الى عمالقة. ويومر قضى 60 سنة من حياتها كعملاقة. واكلت يومر صديق راينر وبرتول واني قبل ما ترجع وتصير انسانة. بعدها يومر تاخذ كريستا او هستوريا وتهرب فيها، وتلحق راينر وبرتول. وللان الفرقة يلحقون راينر ومن معه، وحاولوا يوقفوهم بعد عدة محاولات. وهاجموا بعض العمالقة على العملاق المدرع، والعملاق المدرع بدأ يفلت من العمالقة. وبعدها ايرين وميكاسا يتقابلون مع العملاقة المبتسمة اللي اكلت ام ايرين. وايرين شاف انه ميكاسا بخطأ، وتذكر انه وعد انه يحميها، وهذا الشيء تسبب انه ايرين يطلع طاقة جديدة واللي هي التحكم بالعمالقة. وقتها عرفت يومر ان راينا وبرتول يبون ايرين لانه عنده قدرة التحكم بالعمالقة. وبعد اسبوع هانجي وكوني يقدمون تقرير لايروين، وعرفنا ان العمالقة يلي كانوا بجدار روز هم كانوا سكان منطقة معينة. وإيرين قال انه راح ينقذ الانسانية باستعمال هذه الطاقة الجديدة. وانتهى الموسم للقطة لشخص يلبس نظارات. الموسم الثالث، حيث هرب راينر وبرتولد رفقة يومر، واكتشاف ايرين والبقية لقدرته على التحكم في العمالقة، كما فعل عندما صرخ في وجه العملاق المبتسم ووجه قبضة اليه، ما جعل العمالقة تهاجمه وتاكله رفقة راينر. بداية الاحداث كانت عندما يصدر امر ملكي بالقبض على هيستوريا وايرين لاهميتهم، لكن فريق الاستكشاف يرفض ويتمردوا على الأوامر الملكية، فأصبحون خارج القانون وتتم مطاردتهم من قبل الشرطة العسكرية. والشرطة العسكرية المركزية والتي هي أقرب إلى الملك من الشرطة العسكرية العادية، ويضطر ديفاي والذي هو قائد مؤقت لفريق الاستكشاف في غياب إيروين الذي يتلقى علاج في مستشفى بسبب فقده لذراعه، وإلى أخذ إيرين وهستوريا وبقية الفريق إلى منزل بعيد في المنطقة والاختباء هناك والعمل على خطة معينة. وهناك تقيم هانجي بعض التجارب على عملاق إيرين لاكتشاف قدرته، لكن كل التجارب باتت بالفشل. والكان نيك الذي يعرف كثير عن اسرار العمالقة المتواجدين داخل السور يختطف ويعذب من قبل الشرطة العسكرية المركزية بسبب تورطه مع فيلق الاستكشاف ومحاولة كشف الاسرار لهم، ولقد عذب حتى الموت من خلال اقتلاع كل اظافره، ولكن لم يوضح لهم باي شيء فقتلوه برصاصة في رأسه. تعلم هانجي بالامر فتخبر ليفاي وايروين الذي يبدأ بالتحرك الى جمع المعلومات، ويختطف ليفاي وهانجي قائد مهم في الشرطة العسكرية المركزية الذي كان مسؤول على مقتل كاهن نيك، ثم عذبه ببشع الطرق لمعرفة كل المعلومات منه ولماذا يريدان ايرين وهستوريا. وبحيلة مذهلة ورهيبة يطلعان كل المعلومات منه ويعرفون كل شيء. تلك المعلومات كانت انهم راح يحاولون اختطاف ايرين وهستوريا بمساعدة رئيس تجار مقاطعة تيروس. بعد يظهر قائد الشرطة العسكرية المركزية الملقب بكيني السفاح الذي يعرفه ليفاي، ويحدث تشابك بين ليفاي وكيني في شوارع تورس، ثم تنتهي على خير ويعمل ليفاي على خطة وهي ان يتنكر ارمي كهستوريا وجان كإيرين ويكونا
هناك طعم للإمساك برئيس التجار وينجح الأمر، ثم يتضح أن هذا الشخص مجبر على فعل هذا الشيء وأنه لا دخل له بالموضوع. لكن الشرطة العسكرية استغلت نفوذه وطلبت منه العمل معهم، وبعد هذا أصبح رئيس تجار مقاطعة تورس في صف ليفاي وفيلق الاستكشاف. وفي ذلك الوقت إيروين سميث علم أن الملك الحقيقي هو والد هستوريا، هو اللي كان يتحكم بكل الأمور خلف الملك المزيف. وليفاي وآرمن يعملان على خطة مع رئيس تجارة مقاطعة تورس وابنه إلى الوصول إلى الملك الحقيقي والنيل منه، والخطة تفشل بسبب تدخل الشرطة العسكرية المركزية بقيادة كيني، ويقتل رئيس التجار وتنعكس الخطة تماما، ويصبح إيروين وهستوريا في أيادي كيني الذي ذهب معهم إلى الملك الحقيقي. ويتم اتهام فيلق الاستكشاف بقتل رئيس التجار، ويصبح هذا الفيلق مكروه من قبل الشعب، وتم وضع رأس قائد إيروين تحت الإعدام. كان هناك شاهد على حادثة قتل رئيس التجار واللي هو ابنه، وهذا ما استغلته هانجي وقامت باستعماله كدعاية من قبل الصحف وكتابة حقيقية أن الشرطة المركزية هي من قتلت رئيس التجار مقاطعة تورس بشهادة ابنه، وهكذا تم تبرئة إيروين. وراح بعدها يكلم الناس أنهم يتمردون على الشرطة العسكرية وعلى الحكم المزيف، وهذا ما حدث تم سقاط الملك المزيف. ثم يصل فيلق الاستكشاف بقيادة ليفاي إلى المكان الذي يتواجد فيه إيروين وهستوريا، واللي هو في مزرعة كبيرة تابعة لوالد هستوريا، وهذا المكان مصنوع من المادة متصلبة للعمالقة. وتختلط الأمور في ذلك المكان بين كيني وإيروين وهستوريا ووالدها، فيحقن نفسه والد هستوريا من غير قصد، فيتحول إلى عملاق بطول 80 متر وتنبعث منه حرارة عالية وبطيء الحركة بسبب طوله، ولا يستطيع المشي بل فقط الزحف على وجهه، وراح يتوجع إلى الأسوار لأنه عملاق غير مكتمل، ويلحق به فيلق الاستكشاف لكن بدون فائدة. وبعدها تستغل هستوريا فرصة وتقتل والدها وسط رؤية الشعب لها وتقنعها منها ملكة الجديدة. وبس كذا راح تكون هذا المقطع، أتمنى تكون استمتع في المقطع وتذكر أشياء كثيرة لأنه مستحيل تكون متذكر كل شيء. فبستمتع بجزء جديد من هجوم العمالقة، كان معكم عزام سنباي وهيا سلام.